نفس الامر بالنسبه في الشوط الثاني. خطا اوي يا 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 خالد عسكري ينفعل. خالد عسكري يفقد اعصابه ويغادر في لقطه لا اعلم. الله يحسن عوان خالد عسكري بكل ما كتحمل الكلمه من معنى. اقدر كثيرا موقف خالد العسكري ولكن ما بغيت اي خطا. كنعلموا بانه هذا الموقف اللي فيه خالد العسكري موقف صعيب موقف صعيب ولكن ما بغيتش خالد ينسحب بالطريقه. خالد ما خصكش تنهزم. هذا الخطا كيوقع للحراس كبار ولكن بشكل كبير يخلع القميص وينسحب. الآن